السلام عليكم، ازيكم باشمهندسين؟ اهلا بحضراتكم كلكم جميعا، واهلا بالفنيين، واهلا بجميع الناس العاملين في قطاع الكهرباء. انا بشكركم جميعا بصراحة، وعلى تفاعلكم معايا على الفيديوهات الخاصة بالتكنيكال دروينجز. وبصراحة انبسطت جدا. اهم حاجة كانت انها يعني يهمني انها يعني نقدر نوصل بيها المعلومة مهمة، ونقدر نفهم منها احنا محتاجين نعرف ايه. فانا بصراحه يعني انبسطت جدا. جات لي بعض الكومنتات وبعض الاستفسارات عن عن الدروينج نفسها. فانا بصراحه يعني ايه يعني كتبت بعض الملاحظ، يعني جمعت معظم الكومنتات كلها ولخصتهم في 3 4 نقط هحاول اتكلم عليها. فانا هعمل الفيديو ده ان شاء الله عشان ردا على كل الكومنتات او الاستفسارات اللي حصلت عن الثلاث حلقات بخاصه بالتكنيكال دروينج. طيب، كانت في الاول حاجه، كان اول سؤال او الاسئله، معظم الاسئله يعني اللي جمعتها، هو راجل بيتكلم ازاي نقرا دروينج، وازاي وهم مش عارفين يقرا دروينج ومش عارفين يحفظوا السيمبلز، كلام كتير عن دروينج. هو مبدئيا الثلاث حلقات دي حضرتك الفكره الرئيسيه بتاعتها اللي انا بعلم حضرتك ازاي تقرا دروينج. تمام، انواع دروينج زي ما اتفقنا، في عندك سنجل لاين، في سكيماتيك دروينج، في اللاي اوت، في سوليشن دروينج، البي اي دي، البي اف دي، في كوز اند افكت، في دروينج كتيره جدا، في الكيبو روتينج. بس المهمه كان عندي ان حضرتك بكل بساطه ازاي تمسك اي دروينج وتقراه. يعني بكل بساطه انت لو مسكت دروينج، اتفقنا ان في حاجه اسمها السايزنج، الايزو سايزنج، الايزو دروينج، سوري، السايزنج بتاع البيبر اكوردنج للايزو. في عندي اللي هو من A0 لحد A4 A3. بعد كده اتكلمنا انه بيجي بتقسم الدرون نفسه من فوق ومن الجناب، بتقسم اللي هي الكروس ريفرنس والباند ديفيجن اللي هي بتقسم بس من فوق. بعد كده اتكلمنا ان اي دروينج بحط فيه السيمبلز بتاعتنا، والسيمبلز دي بكتبها اكتب عليها من فوق التاج، بعد الاحيان نحط الابريفيشن بتاعنا، المختصلات. طيب، وبعد كده اتكلمنا ان اي دروينج في الدنيا لازم فيه بلوك تايتل. البلوك تايتل ده بيكون موجود فيه اللي هو الدوكمنت نمبر، الدوكمنت تايتل، في عندك الشيت نمبر، في عندك ريفيجن اندكس، في عند حضرتك شعار الشركه او الشركه اللي نفذت المشروع ده، في بعض الاحيان اسم البروجكت والبروجكت كونتراكت نمبر بتاع البروجكت. فكل الديتيلز الخاصه كان بالمشروع ده، يعني فرضا محطه كهرباء اتبنت، مين اللي بناها، وات ايفر، شركه معينه، الشركه الاونر بتحط اللوجو بتاعها، تبتدي تكتب كل شركه، تبتدي تكتب الدروينج نمبر ده ويبقى يونيك نمبر. تمام، عدد الشيتات اللي موجوده في الدرون 35 40 2 3 وات ايفر، وكل شيت تيجي تفتحه يقول لك ده الشيت نمبر 2 من 45، الشيت نمبر 3 من 45، لو افترضنا ان التوتال بتاعنا كان 45 ايه شيت او 45 ورقه. تمام، فدي الاساسيات اللي حضرتك لازم تعرفها ازاي تقرا دروين. بالنسبه بقى ان ازاي نحفظ السيمبل، ودي المهم، بص حضرتك، هو خبره حضرتك مع الوقت هتبتدي تكتشف، مثلا يعني بعد ما تقرا دروين كتير يبقى عينك بتجري عليها. زي ما تيجي تمسك مثلا قران او كتاب تيجي تقرا كده، اكيد انك انت بتقرا غير ما بتقرا زمان. حضرتك بكل بساطه كنت زمان تبتدي تشجع ذهب الى المد كده زي الطفل، لكن انت دلوقتي بعينك بتقراها على طول، هي نفس الفكره. فمع الخبره انك تقرا كتير هتبتدي عينك بتجري على السيمبل نفسها، تبقى سهله معاك، اللاين بتاع كل حاجه واضحه وحاضره في ذهنك، بس محتاج تريننج من نفسك. مبدئيا لازم نعرف حاجة مهمة جدا، أي تريننج في الدنيا أو أي محاضرات بتتعمل في الدنيا دي بتفتح لك مواضيع، مش هتطلعك بروفيشنال. البروفيشنال هيجي من حضرتك، أنت اللي هتعمل، أنت اللي هتبتدي تتعب مع نفسك. لو تقرأ في حاجة ما عرفتهاش اسأل. تمام، ولذلك أنا إيه قلت، يعني أتمنى أي حد ليه كومنت أو ليه استفسار أو أي حاجة يكتب لي الكومنت بتاعه والاستفسار بتاعه، وأنا إن شاء الله هحاول أرد عليه، بس اعمله لي على الشانل بتاعتي عشان هي دي اللي اقدر اتابع عليها. بالنسبه للفيسبوك بيبقى صعب جدا ان انا اتابع عليها كل المسجات، اتابع على اليوتيوب، وانا زي ما انا عملت كده بجمعهم وابتدي ارد على حضرتك. فانت لازم تشتغل على نفسك انك تقرا. اولا اللي احنا عملناه الثلاث حلقات اللي فاتوا دول خاصين بس بالجنرال انفورميشن عن الدروينج. هبتدي هعمل حلقات منفصله بحيث انها تكون شورت صغيره جدا، بيتكلم على السنجل لاين، بيتكلم على سكيماتيك دروينج، الوايرنج، الانستوريشن، الاسمبلي دروينج، كل حاجه
المعظم اللي بنحتاجها وبنستفيد منها في ايه وازاي نقراها، ودي ان شاء الله هتكون حلقات منفصله وما تقلقوش ان شاء الله هكون معاكم. ولو في اي استفسارات برضو اكتبوا لي الكومنت وانا هحاول ارد عليكم. دي تقريبا كان معظم الاسئله بتحوم حوالين الموضوع ده، كان في بعض بس التعليقات، واحد كان بيشكرني وكل حاجه بس جه قال لي انت بتتكلم بسرعه جدا. طيب وانا اسف جدا بتكلم بسرعه، اتمنى لو انا كنت بس كنت عايز اخلص الحلقات في اقل وقت وما اعملش فيديوهات كتير عشان الناس ما تتوهش، عشان كل ما الفيديوهات بتكتر كل في نفس الموضوع الناس بتتوه، فانا كنت حابب اعملهم فيديو واحد بس يبقى كده حاجه بسيطه. فانا اسف جدا واتمنى ان شاء الله لو سرعت برضو نبهوني على الموضوع ده. تاني حاجه، في واحد كان طالبين البي دي اف بتاع تكنيكال درون. اوكي، لو انا في واحد كان طلب مني، فلو في ناس طلبوا مني بعت لهم على بصراحه يعني بعتها لهم. لو اي حد طالب البي دي اف بتاع التكنيكال درون او اي محاضره اللي نعملها بعد كده، يا ريت بس يعمل لي منشن في على اليوتيوب برضو، على اعمل لي كومنت، اكتب لي الايميل بتاع حضرتك وانا ان شاء الله هبعت لك الايه البي دي اف بتاعتها باذن الله تعالى. تمام. طيب ايه تاني عايزين عن الانفرتر والمي بس؟ اوكي، هنعمل محاضرات تانية ان شاء الله بالديتيلز عن حاجات تانية. في حد كان طالب عن المالتي ميتر، وفي حد بيقول لي يعني ايه اي بي اي، في حد كان طالب في ريتيشن. بص يا باشمهندسين، عشان اجاوبكم هنعمل ان شاء الله محاضرات، اللي انتوا عايزين يعني اكتبه لي وانا ان شاء الله تعالى هبتدي اعمل الباوربوينت بتاعه او البي دي بتاعته وهجهزه وابتدي اعمله ونبتدي نشرح الناس. بس اصبروا عليا كده عشان ايه الحاجات كتير قوي، بس تابعوني ان شاء الله. باذن الله تعالى يعني كل حاجه هتلاقوها جاهزه عندكم. طيب ده بالنسبه يعني ده الحلقه دي انا عاملها طالع بسجل الفيديو ده عشان ارد على الكومنتات اللي كانت حصلت بالنسبه للتكنيكال دروينج. انا بشكر كل الناس، بشكر كل المهندسين والفنيين، واي حد عمل لي كومنت وشجعني. ان شاء الله باذن الله تعالى احنا مستمرين. الهدف الرئيسي من القناه ان هنا نوصل ب يعني المهندسين او الفنيين لليفل معين بيكون يعني ليفل مشرف جدا. طبعا احترام الشديد بالنسبه للناس اللي لسه خارجه اللي هو فريش جرادويت حديث تخرج، ما يتهوش ويلاقي مثلا ليهم مرجع ليهم يقدروا يستندوا عليه او يسالوه. انا اللي بخبرتي هحاول افيدكم، اللي انا عندي معلومات هبتدي اقولها لكم. واتمنى ان شاء الله ان يعني اكون عند حسن ظنكم، وانا سعيد جدا بيكم والقاكم على خير، وجمعه مباركه ان شاء الله، والسلام عليكم.